الآن نحن بس على الفيسبوك. بس لو سمحتم لو ننتظر شوي بس الطلاب يتجمعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق المرسلين. معكم الطالب عبد الرحيم خالد، سنة ثانية. أرحب فيكم جميعا في اللقاء الأكاديمي لدفعة 020. مثل ما تعرف كلكم الدوام، أكيد الكل بسأل هاي الفترة كيف ندرس، من وين ندرس، وكيف هذا الدكتور، وكيف امتحاناتها، وكيف توزيع العلامات. طيب في واجبات أو لا؟ كل أسئلتكم راح نجاوب عنها. راح نبلش بالمادة اللي كلكم متحمسين إلها، مادة العملي، بعدين راح نروح للنظري، بعدين الفسيو، بعدين الكتاب المهني، وأخيرا بالحاسوب الطبية. قبل ما نبلش بدنا منكم تركزوا كثير، منيح تجيبوا ورقة وقلم، تكتبوا الأشياء اللي راح نحكي عنها حتى ترجعوا لها وقت ما بدكم، وإن شاء الله اللقاء راح يكون محفوظ. بالبداية راح نبلش بمادة أساسيات مهنة التمريض العملي. بداية المادة، عدد ساعاتها على الخطة 3 ساعات، ما لها متطلب سابق. تفتح لنا مادة مقدمة في الرعاية التمريضية للبالغين اللي هي البري أدلت. تفتح لنا كمان مادة الأساسيات النمو المتطور اللي هي الجروث. بالنسبة لمصدر الدراسة، مصدر الدراسة من الكتاب، وهو متوفر PDF، وإن شاء الله راح نوفره بالنسخة الورقية.
وهذا الكتاب يعني دراسته فقط للامتحان الريتن، وفي مصدر آخر للدراسة هو التشيك ليست الامتحانات العملي الفيرست والسكند. نحكي عن امتحان الريتن. امتحان الريتن هو عبارة عن امتحان نهائي بيشمل جميع المادة، ودراسته بتكون من الكتاب. بالنسبة للتشيك ليست، التشيك ليست بيكون عبارة عن خطوات من البروسيجرات اللي بتطبقوهم عملي، وهو الامتحانات الفيرست والسكند اللي راح تمتحنوهم عملي. نحكي عن آلية الدوام. هسه بالنسبة للدوام، هسه المادة هي 3 ساعات على الخطة، وكل ساعة تعادل 4 ساعات دوام على أرض الواقع. مثلا إذا شخص منزل المادة أحد ثلاثاء خميس، كل يوم بياخذ 4 ساعات، وإذا اثنين أربعاء كل يوم 6 ساعات، يعني 12 ساعة بالأسبوع. بالنسبة للبريك، لكل ساعة في بريك 10 دقائق، يعني طلاب أحد ثلاثاء خميس لهم باليوم الواحد بريك 40 دقيقة، وطلاب اثنين أربعاء لهم باليوم الواحد 60 دقيقة. نحكي عن الالتزام بالزي في اللاب، السكراب، اللاب كوت، والتاج نيم، والسماعة، وكمان قص الأظافر، تهذيب الشعر للشباب، وللإناث ربطه، أما المحجبات شال أبيض. بالنسبة للمدرسين، راح يدرسوكم عدة انستركترات، وراح يكون معكم انستركترين، وراح يتم تغييرهم بعد نهاية كل امتحان، يعني بعد امتحان الفيرست راح يتغيروا الانستركترين. هسه راح نحكي موضوع طويل شوي اللي هو مواضيع المادة. نبدأ بالفايتال ساين. بالفايتال ساين راح تتعلموا كيف تاخذوا العلامات الحيوية، وهم 4: النبض وضغط الدم، درجة الحرارة، ومعدل التنفس. الموضوع الثاني البيسك ميديكال اسبسز. هنا راح تتعلموا التعقيم ومنع انتقال العدوى، راح تتعلموا طريقة لغسيل الأيدي الهاند ووشينج، كمان راح تتعلموا ستاندرد أو احتياطات لمنع نقل العدوى، ترتيبهم مهم. مثال هسه في عندنا مجموعة احتياطات بنلبسهم قبل ما ندخل على المريض. مثلا بنلبس الجاون، الجاون عبارة عن روب، بعدين بنلبس الماسك، وهكذا، يعني في لهم ترتيب معين عشان ما يصير في نقل عدوى. ثالث موضوع نحكي على الـ NG tube. الـ NG tube هان نتعلم كيف ندخل الأنبوب عن طريق الأنف إلى المعدة. في له أكثر من هدف. هدف أول شيء التغذية، الهدف الثاني كمان مثلا إذا في سموم بالمعدة نعملها شفط. رابع موضوع الدريسنج، بتتعلموا في كيفية تنظيف الجروح والتغيير عليها والحفاظ على الجروح. الموضوع اللي بعده الميديكيشن، بتتعلم كيفية إعطاء الدواء، الروت يعني كيف تعطوا الدواء، وكيف نحسب الأدوية بشكل عام. في عندنا الـ IV ثيرابي، كيف إعطاء المحاليل الوريدية والحقن بكل أنواعه، الانتراماسكولار والانتراديرمال وغيرهم. في عندنا موضوع الأنيما، كيفية حقن السوائل عن طريق الشرج. في عندنا البيد ميكينج أند باثينج، كيف بنرتب السرير ونغسل المرضى وننظفهم. في عندنا اليورينري إليمينيشن، كيفية تركيب القسطرة البولية. في عندنا السكن انتجريتي، هان راح نتعلم كيف تحافظوا على جلد المريض. مثلا لازم كل فترة نقلب المريض من جهة لجهة، أو نحطه بوزيشن معين عشان ما نتجنب أي قرحة أو أي جرح أو التهابات. في عندنا الميكانيزم اند بوزيشن، راح نتعلم وضعيات المرضى تكون مناسبة مساعدة لهم، مثلا سوباين بوزيشن يعني حسب حالته. وآخر موضوع اللي هو البيرسونيل هايجين، فهاي مواضيع المادة بشكل عام. بالنسبة لتوزيع العلامات، توزيع العلامات كالتالي: راح يكون في 20 علامة فيرست عملي، ويشمل 3 مواضيع: البلس، النبض، البلد بريشر، ضغط الدم، والإن جي تيوب. و25 علامة سكند،
برضو كمان عملي وبيشمل 3 مواضيع: الانجكشن والاستيريلتي والادريسنج. وبيظل عندنا فاينل عملي اللي هو 25 علامة، بكون بروسيجر معين، غالبا بروسيجر واحد، وهو بكون متغير من فصل لفصل، يعني راح يختاروه هم غالبا يعني. وبيظل عندنا 30 علامة، 30 علامة بيكونوا فاينل ريتن لكل المادة، يعني بيكون امتحان كتابي عادي مش عملي. وهذا كل شيء بخصوص المادة العملية، بنترككم مع الأخت أم كلثوم مادة أساسيات مهنة التمريض النظري. يعطيكم العافية، واللي عنده استفسار يحطه بالتعليقات. أيه تمام. بداية معكم أم كلثوم النجار من فريق لجان الدفعات. هلأ تعتبر مادة أساسيات نظري من بعد مادة المدخل، هي بداية الطريق لإلكم في مهنة التمريض. رح تتعلموا فيها أمور بتتعلق بالتمريض والمريض، لذلك مادة المدخل تعتبر متطلب سابق لإلها، وبتفتح هاي المادة مادتين في التخصص مهمات، هم مادة مقدمة إلى صحة البالغين وأساسيات النمو والتطور. هلأ رح نحكي عن المواضيع المهمة اللي بتشملها هاي المادة. المواضيع المهمة هي أول إشي النيرسينج بروسيس. في هذا الشابتر رح يكون مدخلكم للمادة، رح تتعلموا فيه الاستراتيجيات والإطار العام للعمل في هاي المهنة. تاني إشي مادة الشابتر الثاني واللي هو الميديكيشن. بشكل عام رح تتعرفوا بأنه إحنا كممرضين من المهام الأساسية إلنا إنه نعطي الدواء، لذلك راح تتعرفوا فيه على طرق إعطاء الدواء والأوامر اللي بتتمثل في إعطاء الدواء من قبل الطبيب، والنواحي القانونية اللي لازم تعرفوها لما بدكم تعطوا الدواء. هلأ الثالث تشابتر واللي هو السكن انتجريتي. في هذا التشابتر راح يعني تعرفوا فيه بشكل بسيط عن سلامة الجلد والمؤثرات والعوامل اللي بتحدد هل هو سليم أم لا، وأكيد رح يكون من ضمن النقاط الأساسية في هذا التشابتر هو للنيرسينج مانجمنت. الرابع تشابتر اللي هو الأكسجينيشن. طبعا هذا التشابتر من أمتع التشابترات اللي راح تاخدوها، راح يتم عرض فيه أول إشي معلومات فسيولوجية بسيطة عن الجهاز التنفسي، ومن ثم راح تتطرقوا للأعراض اللي بتصاحبها، مثلا نقص الأكسجين والتغيرات اللي بتأثر على الجهاز التنفسي والعوامل كذلك. ومن بعدها أكيد راح يتضمن هذا التشابتر النيرسينج مانجمنت اللي راح يهمكم كممرضين. رابع تشابتر واللي هو الخامس تشابتر عفوا واللي هو النيوتريشن. في هذا التشابتر راح تتعرفوا بشكل عام عن تغذية المريض وكيفية الاهتمام فيه من خلال النيرسينج مانجمنت. وآخر الموضوع اللي هو إليمينيشن، لا سواء اليورينري إليمينيشن أو الفيكل إليمينيشن. بهذا التشابتر أكيد في موضوع الأول راح تاخذوا فسيولوجية المعلومات فسيولوجية عن الجهاز اليورينري، وتتعرفوا على النيرسينج بروسيس النيرسينج مانجمنت للتغيرات اللي راح تحدث في هذول الجهاز في هذا الجهاز. بالنسبة لنقطة توزيع العلامات فراح يكون يعني طبعا توزيع العلامات من فصل لفصل بتختلف، بس الفصل الماضي كان توزيع العلامات كالآتي: 30 علامة ميد تيرم، 10 علامات كويز، 10 علامات assignment، و50 علامة فاينل. طبعا مصدر الدراسة الأساسي والمهم إنكم تتعودوا عليه هو الكتاب. اسم هذا الكتاب هو Fundamentals of Nursing Arab Education. لغة الكتاب جدا سهلة وسلسة وبسيطة، وبتقدروا تعتمدوها كمرجع أساسي في دراستكم لهذه المادة. وأكيد الدكاترة راح يعرضوا عليكم سلايدات وراح تتوافر عندكم
تركيزكم بالمحاضرات جدا مهم، والمادة تعتبر جدا جدا مهمة، وأكيد يعني هي مكملة لمادة، أو هي كتير مترابطة مع مادة أساسيات التمريض العملي، وأكيد هي كمان ممهدة لطريقكم كممرضين، وفيها كم معلومات هائلة. هاي المعلومات أساسية في مجالكم أو في مجالنا كممرضين، فلازم تعطوا هاي المادة حقها وما تهملوها وتدرسوها، مش بس عشان العلامات، أكيد عشان تبنوا أساس دراستكم يكون صحيح في مواد التخصص القادمة. وبالتوفيق، وإن شاء الله هلا رح يبدأ معكم الزميل علي السمهوري. يعطيكم العافية جميعا، إن شاء الله يكون فصلكم موفق وتشوفوا فيه علامات عالية. أنا زميلكم علي السمهوري، طالب سنة ثالثة، عضو بفريق لجان الدفعات. راح أحكي اليوم عن مادة الفسيولوجي أو علم وظائف الأعضاء. في البداية بس بدي أطلب منكم يعني هيك 3 شغلات يعني تستثقلونها، عشان هيك أنتوا جايين تشرحون لنا مواد وكمان تطلبوا منا أشياء وحركات. لا معلش، بس بدي أطلب منكم 3 شغلات هيك كثير كثير بسيطة، تمام؟ أول شغلة، هالطلب يعني بتمنى كلكم تسووه، أنكم تدعوا بالرحمة والمغفرة للدكتور لؤي زغول اللي كان أحد مدرسين هاي المادة من سنين طويلة، وأثره لسه موجود بكل طالب درسه، واللي كل ما ينذكر اسم هاي المادة يعني راح يذكروا اسم الدكتور لؤي، فربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. فيعني بتمنى منكم جميعا أنكم تترحموا عليه وتدعوا له دائما. الإشي الثاني اللي بدي أطلبه منكم انكم تركزوا معي كثير منيح، تمام؟ وهسه يعني لما ندخل شوي هيك بالتفاصيل تبعت الماده حتعرفوا ليش انا طلبت منكم هاي الشغل. والشغله الثالثه انكم تكتبوا كل شيء راح احكي، تمام؟ هسه يعني اللي معوش، اللي لسه ما كتب شيء، يجيب ورقه وقلم ويكتب هيك، يجيب ورقه ويكتب عليها من فوق فيسيولوجي ويبلش يكتب، تمام؟ لانه هاي الماده والاشياء اللي راح احكيها هسه جد راح تساعدكم فيها، يعني من شخص يعني درس الماده، تمام؟ ويلا نبلش. بالنسبة للفسيولوجي، فهاي المادة لأنها كثير بتجنن وكثير الطلاب بحبوها بدعوها فيسيو، تمام؟ هاي المادة عدد ساعاتها 3، متطلبها السابق أناتومي، وهاي المادة تعتبر أساس للتمريض، مش بس عشان العلم الموجود فيها والمعلومات، لا، اللي موجود، لا يعني صحيح الموجود فيها مهم كثير، بس مش بس عشان هيك، لأنها بتفتح كمشة مواد، يعني كمشة مواد كثير، تمام؟ وكل مادة أزنخ من الثانية الله وكيلكم. المهم، فهاي المادة بتفتح فيزيكال أو التقييم الصحي، هاي المادة بتطلعكم على المستشفى مع البري أدلت، فيعني هاي المادة يعني بتفتح لكم كل التخصص، تمام؟ المادة الثانية اللي هي الباثوفسيولوجي، وبتفتح كمان مع مادة البيوكيم مادة الفارماكولوجي اللي هي مادة علم الأدوية، تمام؟ هسا راح نحكي يعني كثير نقاط على المادة ومحتواها وكيف ندرسها ومن راح يشرحها ومن راح يدرسها. في سلايدات، ما فيش سلايدات، ندرس على الكتاب كثير كثير أشياء عن المادة، وأكيد أنتم سمعتوا كلام عن المادة يعني إشي بشيء براس، تمام؟ وهذا الكلام كلنا سمعناه. بس قبل ما أحكي أي إشي، بس بدي أحكي شغلة كثير مهمة عن المادة، تمام؟ هاي المادة من المواد الصعبة في التخصص، تمام؟ مش لأنه يعني وكثير طلاب رسبوا فيها، تمام؟ يعني بتذكر انا من دفعتي كثير طلاب يعني رسبوا فيها، تمام؟ انا مش جاي اخوفكم منها واحكي لكم انه في كثير من الطلاب برسبوا فيها، تمام؟ لا ان شاء الله ما حدا برسب فيها. يعني هذول الطلاب مش رسبوا فيها لانهم ما درسوا، يعني مش لانهم درسوا ما زبطت معهم، لا لانهم ما درسوا ببساطه، تمام؟ فهسه يعني الطلب الوحيد جد انكم تدرسوا الماده، يعني ايش ما سمعتوا كلام ان الماده صعب وكل هذا الحكي، لا، الماده هاي بتدرسها حتظبط فيها وحتجيب فيها علامه، تمام؟ وكثير ناس درستها وظبطت فيها وجابت فيها علامات، تمام؟ فهاي المادة إجمالا بتعتمد إنك تفهم قبل ما تحفظ، تمام؟ يعني إحنا بنعرف كل التمريض تخصص حفظ، لا، في عندنا مواد جد لازم تكون فاهم، وهاي المواد أولهم، هاي يعني هاي مادة حطها على رأس القائمة، أكثر مادة بتعتمد على الفهم، تمام؟ ليش؟ لأنه هاي المادة مستحيل تحفظ أي نقطة فيها من غير ما تكون فاهم، لأنها مادة بتعتمد إنك تفهمها كثير كويس، تمام؟ بهاي المادة من اسمها علم وظائف الأعضاء بتاخذوا كيف أعضاء الجسم بتقيم وظيفتها وكيف بتشتغل، تمام؟ يعني كيف القلب بنبض، كيف بضخ الدم، كيف ضغط الدم بيرتفع، كيف ضغط الدم بينزل وليش، كيف بينتقل الدم من القلب بعدين بروح للشرايين بعدين بروح لخلايا الجسم بعدين بيطلع من خلايا الجسم وبصير وين بروح،
وكيف الواحد بتنفس وكيف الرئتين بتوسعوا، وليش انا يعني ايش انا بقدر اخذ نفس كثير وهذاك بيقدر ياخذ نفس كثير، كيف الجسم يعني بحافظ على حالته مستقرة، كيف المعدة بتهضم الأكل، كيف الدماغ بتذكر الأشياء، كيف أنا بشوف، كيف أنا بعرف طعم الأكل لما أدوقه، كيف لما أحط إيدي على إشي سخن بحركها بسرعة، كيف لما يعني الممرض يجي يقرب علي الإبرة ببعد، كيف بشم، كثير أشياء. تمام، كل إشي ببساطة بجسمك أنت بتعرف عليه. طبعا هاي المادة يعني مقسم لأكثر من جزء من وجهة نظر أنا. تمام، يعني أكيد أنتم بتاخذوا كل سيستم فيها وبتاخذوا كيف الوظائف بتصير فيها، بس أنا بشوفها دراسيا وكيف أنتم بتدرسوها مقسم لأكثر من جزء. تمام، الجزء الأول، جزء من الأول من المادة راح تاخذوا فيه مقدمة عن المادة. تمام، يعني وأشياء تعريفية فيها، بتاخذوا شوي عن السوائل، بتاخذوا فيه كمان أشياء عن يعني أنواع الدم، تاخذوا يعني كمان عن تركيز الإلكترولايتس في الجسم، وكل هاي الأشياء. تمام، هذا جزء من المادة بالعادة بيكون يعني تأسيسي، مقدمات، يعني هذا الجزء كثير مهم، بس بنفس الوقت سهل نوعا ما يجيب فيه علامات. تمام، ودراسة هذا الجزء بتعتمد على السلايدات، والأسئلة بتكون مباشرة من السلايدات. تمام، يعني هذا الجزء صح سهل. تمام، بس يعني هو انتوا راح تشوفوه شوي ممل، يعني اول ما تبلش يعني حتشوف مصطلحات صعبة، حتشوف أشياء غريبة، جد حتستصعب منه. بنصحك انك ما تتركها، حتى لما تشوف هذا الجزء المقدمه ما تتركها. تمام، هذا الاشي الممل ببساطه مقدم، يعني من زي ما قلت لك هاي مقدمه للاشياء الزخمه والحلوه اللي يعني حتدرسوها في الماده. تمام، يعني تبلشوا تتعود على دراسه الفيزياء من هذا الجزء. تمام، الطريقه الامثل اللي بشوفها عشان تدرسوا هاي الماده انكم تسمعوا المحاضره وتفرغوا على السلايدات. تمام، هسه هذا الجزء اجمالا كل يعني كل الدكاتره اللي يعني اللي بدرسوه بيكون في له سلايدات. تمام، من بينزل السلايدات، فيعني هذا الجزء اجمالا اللي هو المقدمه بدرسوه يعني بالعاده اكثر من يعني بدرسوا دكتور واحد بعدين بروح بيجي دكتور بعده، فبالعاده الدكاتره بدرسوه يعني سواء بتكون هي الدكتوره ايباء او الدكتوره تمارا. تمام، فنروح للجزء يعني بصراحه بعثوا لي بيحكوا لي ضل كاش تحكي. تمام، فحكيت. تمام، المهم، فالجزء الثاني من المادة اللي هو بصراحة يعني أنا بحبه كثير وبحس يعني جد هو الإشي ممتع. الجزء الثاني من المادة هو القلب والجهاز التنفسي. بس أحكي شغلة، يعني هذاك الجزء بدرسه دكتور وخلص، بعد ما تخلص المقدمة بيجي دكتور تاني. تمام، أو احتمال يعني ما يجي دكتور، بيكون يعني مرات بيكمل نفس الدكتور. فهذا الجزء اللي هو بيكون يعني بنحكي فيه على القلب والجهاز التنفسي، هذا الجزء كثير ممتع، كثير مفيد، وبنفس الوقت كثير زخم. تمام، هذا الجزء اللي راح تتعلم فيه كيف يعني تفهم المادة، لازم تكون فاهم برضو، يعني لازم بهذا الجزء تتعود كيف تربط كل المعلومات ببعض وكيف بتأثر على كل إشي. تمام، فبهذا الجزء يعني لا لازم تدرسه كثير كويس، لازم تعود تدرسه. تمام، طب كيف ندرس هذا الجزء؟ هسا خليني احكي شغله. هذا الجزء بالعاده، تمام، لما كانت الماده في الجامعه كان يدرسها الدكتور ينال. تمام، الدكتور ينال بنزل سلايدات، بس هاي السلايدات مفاجاه، يعني انت بكون الدكتور بنزل لك سلايد بس فيها صوره القلب حرفيا. فيعني انت يعني كنا نسال، طب يعني انا شو اعمل بهذا السلايد؟ يعني هو الامتحان هيجي يحكي لي ارسم صوره القلب؟ لا، يعني اكيد هيكون الامتحان بتفاصيل، فيكون الشرح يعني خلص ما فيش اشي على السلايد. تمام، يعني بس موجود بالسلايد صورة. فانت بتكون كيف كنا ندرس هذا الاشي؟ نجيب تسجيل ريكورد المحاضرة، وبعد المحاضرة نقعد نكتب، نجيب ورقة فاضية ونكتب عليها بشكل نقاط بشكل مرتب المعلومات اللي بيحكيها الدكتور. تمام، وصراحة انا بشوف هاي الطريقة انسب اشي تدرس فيها كل المادة، مش بس القلب والجهاز التنفسي، لا كل اشي. تمام، كل شيء يندرس بهاي الطريقة، انك انت تسمع ريكورد وتكتب. انت بتعود حالك تحفظ اسرع، المادة بتفهمها اسرع، بتقدر تربط الاشياء بين بعض بطريقة اسرع، وبيكون الموضوع يعني احسن لك كدراسة. تمام، وبيساعدك على الفهم بشكل كبير. هاي شغلة من فترة من يعني فترة الصيف درسته الدكتورة تمارا. الدكتورة تمارا يعني ما شاء الله، صراحة انا سمعت لها كم من محاضرة، هي ما درستني بس انا سمعت لها كم من محاضرة، كانوا كثير قوي، يعني سلايداتها كثير منيحة وكثير مفيدة، مش زي سلايدات الدكتور ينال بس بتكون صورة وبكون فيها أشياء، لا بكون يعني سلايد وفيه معلومات وفيه أشياء، ويعني شرحها كثير منيح، يعني ممتاز. وأكيد دكتور ينال شرحه كثير ممتاز، بس يعني بشوف صراحة الدكتورة تمارا أفضل. فبس يعني نفس الفكرة قلت لكم عنها، إنه هو حتى لو بيكون
في سلايدات، لا برأيي تفريغ وتسجيل، ويعني اللي هو يعني انك تكون في عندك تسجيل محاضرة سواء فيديو او ريكورد وتفرغ، تمام؟ بيساعدك كثير، انه بيساعدك كثير تفهم وتحفظ، تربط الاشياء ببعض، تمام؟ هذا بالنسبة للجزء الثاني. بصراحة هذا الجزء كثير كثير مهم، وبنصحكم كلكم يعني تركزوا عليه، يعني هذا الجزء يعني بهمكم كثير كثير بكثير مواد، باغلب المواد، تمام؟ بنروح للجزء الجزء الثالث، تمام؟ اللي هو بيكون يعني بيكون عن الجي اي والرينال. هذا الجزء هذا الجزء كثير كثير لطيف وحلو برضه، بس صراحة مش زي القلب والجهاز التنفسي. وهذا الجزء شوي يعني بيرجع لموضوع الحفظ وانك تحفظ فيه، وهذا الجزء بيكون برضه ابسط من القلب والجهاز التنفسي، تمام؟ وبالنسبة لطريقة الدراسة نفس الطريقة، تسجيل محاضرة وتفرغ على السلايدات او تفرغ لحال، تمام؟ بس هذا الجزء مش غلط انكم يعني تفرغوا على السلايدات، بيكون اريح شوي لانه بيكون يعني بيعتمد على السلايدات، تمام؟ نروح، يعني هم انا حكيت لكم سنحك هاي الجزء الرابع من المادة، تمام؟ هذا الجزء بالعادة بدرسه الدكتور لؤي الله يرحمه، اللي هو الجهاز العصبي والاندوكراين والجهاز الريبرودكتيف سيستم، جهاز تناسلي. فهدول بالعادة كان ينزلهم الدكتور لؤي. ما بعرف صراحة مين هسه حيدرسهم، ما عندي علم أبدا. ممكن تكون الدكتورة تمارا ممكن تدرسهم، ممكن الدكتورة إباء، فما عندي فكرة عن الموضوع. بس يعني نقدر نحكي طريقة الدراسة تكون نفس الإشي، سلايدات، ممكن ينزلوا سلايدات وأنت تفرغ عليهم، أو تفريغ أو تسجيل محاضرة وتفرغ على ورقة برا. ونصيحة جد، هاي نصيحة لكم يعني بأغلب المواد، أنا بفضل يعني كطريقة دراسة إنه أنت، عشان إحنا أغلب مواد بناخذها يعني كل موادنا بالإنجليزي، وإحنا مرات يعني ندرس أول بأول، بنيجي وقت الامتحان تكون أنت ناسي. فإيش رأيي؟ الحل يكون إن أنت يكون في عندك إشي، دفتر مخصص مثلا، بتكتب الأشياء، النقطة خاصة زي ما أنت فهمتها أكتبها، تمام؟ تيجي أنت وقت الامتحان بتقرأها زي ما هي، بتسترجع كل إشي، تسترجع كل إشي، خاص بترجع بتفهم كل إشي. النقطة اللي لما تعرف تربط كل إشي ببعضه أكتبها، مش شرط يكون دفتر، اكتبها، المهم تكتب، المهم تكتب الفكرة اللي زي ما فهمتها انت اكتبها في العربي، بترجع بتقرأ وبتفهم الموضوع، تمام؟ بكون اشي كثير بيساعدكم تسترجعوا المعلومات. فهذا كان بشكل يعني سريع عن محتوى المادة وكيف تدرسوها. وبرجع بأكد على نقطة انه هاي المادة يعني اساس بالتمريض، اساس لكثير مواد وكثير اشياء مهمة بالنسبة لهاي المادة، وكثير مهم انكم تدرسوها وتدرسوها اول باول. يعني صدقوني اللي بتتراكم على المادة من اولها مش هيرجع يفتحها، او حيتغلب كثير بده يرجع يفتحها. فبس يعني نصيحة انكم تدرسوها اول باول، وطريقة الدراسة تكون منيحة. اخر شغلة على موضوع انها كيف تدرسها، راح يجوكوا ناس يحكوا لكم ادرسوا على الكتاب، تمام؟ نصيحة يعني هاي اخر نصيحة انصحكم اياها، لا تدرسوا على الكتاب يا جماعة، يعني حرام صدقا بهاي المادة. أنا بحكي لكم حرام تدرسوا على الكتاب، يعني ما في داعي. الكتاب كثير صعب، واللي بدرسوا على الكتاب طلاب الطب، تمام؟ بالإضافة إن إحنا بالكتاب نفسه، يعني أنا مسكت الكتاب أدرس عليه فترة، يعني طب في كثير أشياء مش مطلوبة مني، طب أنا ليش أدرس كل هاي الأشياء مش مطلوبة مني؟ أنا يعني حتى الدكاترة هم ما بيحكوا لكم ادرسوا على الكتاب، الدكاترة بنزل لكم سلايدات، تمام؟ ممكن أنت يعني بحكي لك ارجع الكتاب بلحظة معينة، بس أكيد هو عارف إنه أنت الكتاب مش كامل مطلوب منك، يعني الكتاب مطلوب كاملا من طلاب الطب مش منا. فأنا أبداً ما بنصحك تدرسوا على الكتاب، الكتاب راح يضيعكم. فالشخص اللي بيحكي لك ادرس على الكتاب، يعني نصيحة لا ترد عليه، نصيحة. كم مرة حكيت كلمة نصيحة؟ المهم، فنرجع لموضوعنا الأساسي، مش كلمة نصيحة. نيجي على توزيع العلامات. توزيع العلامات للمادة كان قبل الفصل الماضي، طلع قرار إنه الفاينل 60 علامة والمد 40 بالنسبة لمواد الطب. فما بعرف حاليا حيستمروا في القراءة ولا، بس اجمالا يعني بيكون 40 مد و60 فاينل. قبل كانت يكون 20 20 30 اللي هو اول ثاني، ويكون شو اسمه اخر شيء يكون اللي هو 50 فاينل. وبس هذا كان بالنسبة للفسيولوجي، فشكرا لكم يا جماعة ويعطيكم العافية. والآن ننتقل للزميلة تقى حبيب. يعطيكم العافية. الآن رح نبدأ بمادة الكتابة المهنية أو المسمى بالبروفيشنال رايتنج. هي مادة الهدف الأساسي منها موجود باسمها، الكتابة المهنية الاحترافية. فبالتالي هدفها تحسن وتطور من مهارات الكتابة بين طلبة التمريض،
هالشيء رح يكون عن طريق شرح كيفية استخدام اللغة الإنجليزية بطلاقة أثناء الكتابة وتصحيح بعض الأخطاء النحوية لدينا كطلبة. وكمان ممكن نشوف إنه عم تتطرق لمواضيع زي علامات الترقيم والمصطلحات والاختصارات، فبتأهلنا هالمادة لكتابة أنواع مختلفة من الوثائق. مادتنا اللطيفة عبارة عن ساعتين بالخطة الدراسية وسهل تجيبوا فيها علامات عالية، فعن جد عن جد اغتنموها وأعكم تضيعوها من إيديكم. بالنسبة لمواضيعها، فأول شيء بنبلش مع خطوات ومكونات عملية الكتابة، من ثم بننتقل لثاني موضوع يلي هو الباراجرافينج، فبنتعرف على أجزاء الفقرة ومحتوياتها وكيفية ترتيبها. من ثم بنبدأ بالنوت ميكينج، وهي كيفية كتابة الملاحظات، وفيها بنشوف أهمية كتابة الملاحظات يلي بتبسط المواضيع وبتخليها أكثر وضوح. وكمان رح ناخد عن الإيسي وكيف ممكن نكتبها وشو عناصرها، وحرفياً في تشابه ببعض الأمور مع جزئيات الفقرات، مع جزئية الفقرات عفواً. ومن المواضيع اللي جداً ممتعة بالمادة هي البارافريزينج وهي الاقتباس، وبتم التفريق بهاي الجزئية من المادة بين الاقتباس والبلوغريزم يلي هو السرقة الأدبية. وزي ما ذكرت لكم بالبداية رح نحكي عن البانكشويشن اللي هم علامات الترقيم، وآخر موضوع وأهم وأصعب موضوع هو الـ ABA style، وهو نظام الـ ABA. شو هذا النظام؟ هو نظام مستخدم بتوثيق أي نص بيتم الاستعانة به والاقتباس منه، وهالشي للحفاظ على حقوق الملكية. فهو نظام نحتاجه كطلبة لما نيجي نكتب تقرير ونستعين ببعض المصادر، فهي مادة سهلة وخفيفة ولطيفة، ورح تكون لكم سند في مسيرتكم بالتمريض يلي رح تحتاج منكم عدة تقارير، ورح تحتاجوا لمهارات الكتابة المهنية لحتى تطلعوا فيها بصورة لائقة. بالنسبة لمصدر الدراسة، فيفضل الكتاب. ليه؟ لسهولته وبساطته، وأيضا ممكن ناخد السلايدات مع الشرح بتكون مصدر دراسة منيح. بالنسبة لتقسيمة العلامات، هي آخر شيء رح نحكي فيه عن هاي المادة. الفصل الماضي كانت تقسيمة العلامات 20 علامة assignments، الأول كان 5 والثاني 15. طيب شو هاي الـ assignments؟ بتتذكروا أيام المدرسة لما كانوا يطلبوا منا أنه نكتب writing وهيك من هالحكي؟ نفس الوضع، حرفياً هو بيكون طلب بالكتابة عن أحد الموضوعات زي أكثر مادة محببة إليك منذ بداية دراسة، منذ بداية مسيرتك الجامعية، زي شو التغيرات اللي طرقت عليك وعلى شخصيتك من لما دخلت الجامعة، وانت بتختار كطالب الموضوع الأقرب إليك وبتكتب فيه، وبيكون بخضع لشروط معينة لازم تلتزم فيها. طب ليه بنلتزم فيها؟ لأنه على أساسها بتتقيم على موضوعك وبتنحط علامتك. بعدين بعد الأسايمنتس عندنا امتحان الميد يلي هو 30 علامة، وبيحتوي أول جزئية من المادة، وآخر شيء في عنا امتحان الفاينل يلي من 50 علامة، وكان الفصل الماضي بيحتوي جميع مواضيع المادة. فالمادة هينا إن شاء الله، وإن شاء الله كليتكم رح تبدعوا فيها ورح تحصلوا فيها الـ A. والآن بنترككم مع الزميل عمر الرفاعي. طيب الله يعطيكم العافية جميعا يا سنافر دفعة يسر، إن شاء الله تكون الفصل الماضي فصل لطيف وخفيف وظريف، وتكون علاماته عالية ومرضية للجميع يا رب العالمين. رح نحكي إن شاء الله ورح نشرح عن مادة الحاسوب الطبية بشكل عام، شو هي المادة، ليش أنا بأخذها، شو راح أستفيد منها، وإيش أنا متوقع إني أنا لما والله أطلع من المادة هاي، يعني أطلع من الفصل هذا وخلص المادة هاي، أكون ماخذ أو أكون مكتسب كخبرات أو أكون مكتسب معلومات. فبسم الله الرحمن الرحيم. طيب شو هي مادة الحاسوب الطبية؟ مادة الحاسوب الطبية هي مادة من متطلبات كلية التمريض، وبنشترك مع كل الكليات الطبية بهاي المادة اللي هي الكليات الطبية طبعا اللي هي الصيدلة والتأهيل والطب وطب الأسنان، وإحنا التمريض بنشترك كلياتنا مع بعض بهاي المادة. تمام، المادة هاي عبارة عن 3 ساعات معتمدة
يعني بناخذها ساعه لمده 3 ايام او ساعه ونص لمده 2 يومين بالاسبوع لكل اسبوع خلال الفصل. الماده هاي هي ماده من كليه الاي تي، يعني الماده هاي احنا بناخذها من كليه الاي تي، ولكن هي خاصه فينا احنا ككليات طبيه، وبيعطونا اياها ناس دكاتره من كليه الاي تي متخصصين في هذا المجال. طيب المادة عن إيش بتحكي؟ المادة ببساطة بتحكي يعني من اسمها عن والله الحاسوب الطبي، يعني إسقاطات الحاسوب واستخداماته داخل المجال الطبي، وأنا كيف راح أستفيد من الحاسوب جوا مجالي أنا كموظف قطاع طبي محترف، وكيف راح أستخدم وأسخر هذا الحاسوب عشان يفيدني أنا كموظف قطاع طبي. طيب شو أنا متوقع أخذ من هاي المادة لما أطلع من الفصل، وشو مستفيد أنا منها؟ يعني أنا إيش راح أطلع من الفصل زيادة بعد ما أخذ هاي المادة؟ المادة بتعطينا شوية مهارات، ومش شوية هم للأمانة كثير، يعني مهارات بالموضوع الطبي بشكل عام، موضوع الحاسوب الطبي، يعني الحاسوب الطبي يعني مثلا بتعطينا مهارات بمادة الإكسل، مادة الأكسس، مادة والله بشكل عام الحاسوب البروبلم سولفينج وهيك. وهسه راح نذكر المادة اللي راح ناخذها واحدة واحدة بالشو اسمه بال يعني راح نذكر المواد اللي راح ناخذها خلال المادة، المواضيع اللي راح ناخذها. راح ناخذ إن شاء الله راح نبلش يعني بالفصل بمادة البروبلم سولفينج، واللي هي مادة بتحكي لنا على الفلوت شارت يعني طرق حل المشاكل أو طرق وضع الأوامر بالشو اسمه بالحاسوب. يعني مثلا بيعطيك شكل بيقول لك مثلا في بدايته إذا والله دخلت شو اسمه، يعني مثلا بتعمل ستارت للبروجرام تمام للبرنامج وبتشغل البرنامج، بيقول لك والله مثلا إذا الرقم اللي إجاك أنت كإنبوت كمعلومة دخلت والله معاك شو اسمه دخل مثلا معاك اكبر من 5 بتصير الشغله الفلانيه، واذا اقل من 5 بتصير الشغله العلانيه، وبضل معاك ماشي لحد لما يوصل للصيغه او الامر اللي بأمر بانهاء خلاص البرنامج. طبعا راح نبلش كمان بموضوع البروبلم سولفينج، راح ناخذ انواع الداتا، التريجر اللي مش عارف ايش، الارقام لها شغله، الاحرف لها شغله، وهكذا تمام. بعد البروبلم سولفينج راح ندخل بالهيلث انفورماتكس، وهون بنكون دخلنا شوي بالموضوع الطبي، هون راح نتعلم ايش هي النوليدج، ايش هي الداتا الطبيه اللي بناخذها والى اخره. بشكل عام نربط الموضوع شوي بالقطاع الطبي، بعدين يعني بشكل عام باخذ معلومات نظريه بشكل عام، بعدين بعد ما نخلص من الهيلث الموضوع العملي، والموضوع العملي راح يبلش معانا من موضوع الاكسل تمام. بمادة الاكسل راح نتعمق ببرنامج الاكسل بشكل جدا ممتاز، ويعني مادة الاكسل صراحة يعني هي اهم مادة يمكن موجودة، هي والاكسس موجودين بكل المادة، اغلب العلامات عليهم، اغلب التطبيق العملي عليهم، واغلب الرك عليهم بشكل عام من الدكاترة، لانه هو الشيء الوحيد اللي ممكن يختبرك فيه، وللامانة هو اكثر شيء بيفيدك، يعني لانه لما تطلع تشتغل برا راح تتعامل انت مع الاكسل وراح تتعامل مع الاكسس، حتى لو ما اشتغلت بالمجال الطبي الاكسل برنامج كثير مفيد، وبيفيدنا احنا كلياتنا حتى كطلاب، بيفيدنا بتنظيم معلوماتنا بتنظيم جداولنا بكثير شغلات. والاكسس كذلك يعني ممكن ما يكون بالفائده تبعت الاكسل، ولكن راح يكون برضه بفائده جدا عظيمه اذا يعني ربنا يسر معانا واشتغلنا كلياتنا قدام. طيب بنبلش احنا بدايه بنخلص من البروبلم سولفنج والهيلث انفورماتكس والاكسل، بناخذ فيه جمع البيانات، ترتيب شو اسمه ترتيب البيانات والجداول والقصص هاي، بنتعمق فيهم حبه حبه وبناخذ كثير شغلات. بشكل عام راح نتعمق كثير بالاكسل، وفي كثير ناس بتستصعب هاي الماده لانه يعني هي بدها تطبيق عملي كثير، لانه يعني بدك تاخذ الدرس وتطبقه. طبعا هو مش صعب لانك انت لو طبقته مره حتحفظه كل مره خلاص يعني، ولكن المشكله انه الناس بتيجي ليله الامتحان بدها تطبق كل شيء. فالنصيحه اللي لازم تاخذوها هي موضوع انك لازم كل واحد يطبق اللي بياخده بعد المحاضره باي شكل. فهاي بالنسبه لماده الاكسل. طبعا زي ما ذكرنا ماده الاكسل جدا مهم يتبعوا معاها كثير كويس، ولازم تطبقوا بعد ما تاخذوها اول باول. طيب بنخلص موضوع الاكسل وبنروح على موضوع الاكسس، وهو برنامج من شركة مايكروسوفت، ويعني البرنامج هذا مختص بموضوع تنظيم قواعد البيانات والداتا بشكل عام. الاكسس برضه بيتم استخدامه بالمستشفيات، طبعا مش بكلياتها ولكن له استخدامه بشكل عام، حتى لو مو يعني لو بو يعني لو مو بالمستشفيات ولكن بالقطاع الطبي راح يتم استخدامه. وإشي لطيف إنه صراحة إن تكون أنت كطالب تمريض يعني طالع ومتخرج وعارف كيف تستخدمه، لأنه صراحة يعني راح يفيدك لقدام، وإذا ما فادك ما بضر لا سمح الله. طبعا بهذا الموضوع راح نتعلم كيف نستخدم البرنامج وكيف نتعامل معه
بما يخدم شغلنا احنا كموظفين قطاع طبي. في طبعا مواضيع تانية هيك جانبية، ولكن المواضيع هاي بتكون تتعلق اصلا بواحد من البرنامج من البرنامجين هذول، او يعني بشكل عام يعني بيعطوك جدول وبتطبق عليه المواضيع هاي بس جوا واحد من البرنامجين هذول، فما ذكرتها صراحه لانه كلياتها راح تاخذوها لبعدين، ولكن انا ذكرت المواضيع عليكم. طيب خلصنا هيك الاكسل وخلصنا الاكسس والهيلث انفورماتكس والبروبلم سولفينج، فما ضل شيء وحكينا عن المواضيع الجانبيه. طيب بضل لنا السؤال المهم جدا واللي كلياتنا راح نساله، كيف تقسيمه العلامات راح تكون؟ ببساطة تقسيمة العلامات كانت على الفصل الصيفي، يعني مش الأول، لا الفصل الصيفي كانت 15 first و15 second و20 يعني هيك صرنا 30 امتحانات و20 واجبات وبضل 50 علامة اللي هم الفاينل. تمام، هسا هذا كان على الصيفي، يجوا على الثائل على الأول اللي هو هذا الفصل اللي خلص وحكوا لا بدنا نعمل 30 علامة ميد مرة واحدة من غير first و second الواجبات وبناخد آخر إشي 50 فاينل. تمام، فنظام العلامات الفصل الجاي لسه مو مبين، ببين غالبا بعد السحب والإضافة هيك إشي بعد ما يثبت كل إشي، يعني تثبت الأعداد والأرقام عند الدكاترة وشو اسمه، والخمسين فاينل يعني ثابتة، ولكن هي الخمسين الأولانية شوي باللعب فيها ولكن مش كثير. بشكل عام الحسبة راح تضل غالبا 30 امتحانات وعشرين واجبات، ولكن الامتحانات مش مبين امتحان ولا امتحانين، بس آخر فصل اللي هو الأول كان امتحان واحد فقط اللي هو مد وعشرين علامة واجبات وخمسين علامة فاينل. طيب ننشر الفائدة، راح أحكي بشكل عام سريع عن نظام العلامات. نظام العلامات يا جماعة بالجامعة بيكون قسمين، إما سكيل وإما أفريج. إذا كان أفريج بيكون والله شو اسمه، بيكون والله حسب علامات الطلاب بتكون الـ A، إذا عليت كثير بتعلى الـ A وإذا نزلت كثير بتنزل الـ A معها. ولكن إذا نظام السكيل، لا نظام السكيل بيجي الدكتور أو الدكتورة وبقول لك والله انه الماده راح تكون 87 مثلا الاي فيها وخلاص هي 87 ثابته، راح تاخذ اللي بيجيب 87 راح ياخذ الاي. فهذا نظام العلامات. الماده طبعا بتكون باللغه الانجليزيه، تمام، يعني زيها زي اي ماده ثانيه، ولكن بتم شرحها باللغه العربيه عادي، بس طريقه التعامل معها والداتا اللي بتوصلك والسلايدات والماده اللي بتوصلك من الدكاتره يعني بتكون بالانجليزي، بس الشرح بيكون بالعربي عادي زي اي ماده ثانيه زي الاناتومي وزي كل هالقصص هاي. طيب في معلومات كثير مهمه لازم تنحط ببالنا، طبعا الاي ذكرنا انه بتكون 87 وهي سكيل الماده غالبا، ومنسقين المواد قبل ما ندخل بالمعلومات المهمه، منسقين المواد بتغيروا. الفصل الماضي المنسقه ما كانت الدكتوره لمى عبد المجيد، ولكن اللي قبله واللي قبله واللي قبله وكثير اللي قبله كانت دائما المنسقه هي الدكتوره لمى عبد المجيد. وللامانه يعني الكل بشكر بدكاتره هاي الماده واللي بيعطوها، لانه صراحه يعني هم ناس كثير سفاحين وللأمانة يعني كلياتهم ممتازين وما حد يحكر حاله والله يعني بسجل عند والله شعب الدكتورة لما أو شعب مش عارف مين، اللي بيلاقي شعبة فاضية وبتناسب جدول يسجل فيها، لأنه المادة كثير حلوة ودكاترتها كثير حلوين كثير سهلة وكثير لطيفة وكل الدكاترة كويسين. طيب بشكل عام بدنا نحكي شوية معلومات مهمة، تمام، وهاي المعلومات لازم نحطها ببالنا لما نفكر بمادة الحاسوب الطبية. بداية المادة لها متطلب سابق، والمتطلب السابق تبعها هو مادة الحاسوب 99، يعني إذا لا سمح الله في واحد مش ناجح بالاستدراك تبع الحاسوب ففرصة ينزل الحاسوب 99 قبل ما ينزل الحاسوب الطبية، فيحاول ينزلها من بدري عشان يلحق ينزل الحاسوب الطبية قبل ما تصعب المواد لقدام وقبل ما يحكر حاله ويضغط حاله فيها. طيب شغلة تانية كثير مهمة هي موضوع انه المادة هاي بتفتح مادة اسمها مهارات، مش مهارات معلش، مادة اسمها البحث العلمي والاساليب الاحصائية، يعني الريسيرش اسمها متعارف عليه بالطلاب الريسيرش. المادة هاي برضو متطلبات عندنا بالكلية ومهمة، فشو اسمه يعني اخرتك راح تنزلها، هي مش كثير مهمة ولكن اخرتها تنزل، فالافضل انه تكون منزل حاسوب طبي عشان تلاقيها مفتوحة لك بعدين، هي بتنزل لقدام سنة هيك ثالثة الحدود هاي.
المادة فيها تطبيق عملي كثير، والتطبيق العملي يعني بدك جهاز كمبيوتر أو جهاز لابتوب. فإذا إذا المادة إذا يعني مو متوفر هذا الإشي عندك، فبدك يعني تشوف لك حل. الحل هو كالتالي: إما إنك تأجلها لبعدين، وإذا ما بإمكانك تأجلها وجدا مضطر إنك تنزلها، فالحل هو إنك تروح على الجامعة وتستخدم مختبرات الجامعة. للأمانة أنا نزلتها على الصيفي، وكمان على الأول كنت شوي كمان بعرف ناس نزلوها، وكنت شو اسمه يعني متبع معاهم لأني كنت براجع عليها شوي. فالمادة على الصيفي دكاترة راعونا تمام، يعني ما حطوا كثير تطبيق عملي، ولكن مع هاي المراعاة برضو الامتحان إجا فيه تطبيق عملي، وفي كثير ناس اضطرت تروح تداوم بالمختبر تبع الجامعة عشان تمتحن. طبعا ما بعرف إذا في حدا راح ولا لا، ولكن كان في كثير ناس بتسأل إنه ما عندها، والدكاترة كان جوابهم ببساطة إنه روح امتحنوا. فيعني يعني الموضوع كان جدا صعب بالنسبة لهم، وغالبا اضطروا يروحوا يمتحنوا هناك أو دبروا حالهم بجهاز بطريقة ما. فاللي ما عنده جهاز حاسوب أو لابتوب يعني لازم يأجل المادة، أو يحط في باله إنه راح يداوم بالجامعة عشان يطبق العمل اللي فيها. لأنه صراحة الفصل الأول وحكوا للطلاب إنه إحنا حسبنا حسابنا إنه خلاص اللي أخذها بيكون نزل، والله إنه بيكون دبر حاله وعارف إنه هاي المادة حاسوب ومحتاجة كمبيوتر، وكذلك هذا الكلام حكى لنا على الصيفي. فهاي شغلة كثير مهمة. إيش في كمان شغلات مهمة؟ نصائح عشان تدرسها وهيك. المادة صراحة جدا سهلة وجدا لطيفة، وقلنا إنه هي كثير مهمة. فبداية أول شغل الواحد يحطها بباله هو موضوع إنه هاي المادة بتفيدني أنا لبعدين، تمام؟ بتفيدني أنا كبني آدم. سيبني والله من العلامات، وسيبني والله من المادة، وسيبني والله من الشغل كلياته. أنا مثلا الإكسل أو الأكسس، أنا لما أكون بعرف كيف أستخدم الإكسل كثير راح ارتاح لقدام، الاكسل عفوا راح اكون كثير مرتاح لقدام. يعني مثلا والله اجالي جدول، اجالي مش عارف ايش، اجتني والله مجموعه بيانات وبدي ارتبها، بدي اعالج حالي. كثير شغلات انا ببساطه لو بعرف استخدم الاكسل راح ارتاح كثير عليها. والاكسل صراحه برنامج جدا لطيف، ويعني حلو كثير انك تكون تعرف تستخدمه. فاللي يعني ما راح يتبع مع الماده وراح يدرسها بس عشان ينجح، واللي مش عارف ايش، هذا صراحه راح تروح عليه شغلات كثير حلوه. فهاي شغله بدنا نحطها ببالنا، انه الماده احنا بندرسها عشان نكتسب مهارات، نكتسب شغله، احنا عارفين عم نكتسب شغله عمليه، والله ما عم ندرس عشان بس ننجح ولا هيك. شغله ثانيه وهي موضوع التطبيق. التطبيق جدا مهم، وبيبلش معنا التطبيق من برمجيه الاكسل زي ما ذكرنا. التطبيق جدا مهم وهو اللي بيثبت المعلومه. فاللي بده صراحه يدرسها وبده اموره تكون ماشي فيها تمام التمام، خلاص اخذ المحاضره من هون. هم اصلا الدكاتره بيعطونا اساينمنت بعد كل محاضره او كل محاضرتين هيك إشي، بحيث انه يعطوك واجب على اللي انت شو اسمه على اللي انت اخذته. فببساطه خلاص اخذت المحاضره هسه، سكر المحاضره، بعديها بساعتين ثلاثه المعلومه بتكون خلاص ثبتت بمخك، بتروح بتراجع بتشوف والله ثبتت كويس ولا لا، بتشوف ايش في عندك اخطاء وبتصلحهم، بتطبق باللي عندك يعني بشكل عام. بالماده محتاجه تطبيق زي ما ذكرنا، ومحتاجه كثير يعني محتاجة إنك تفتح معاها شوي كثير، كثير مش شوي كثير، شوي يعني زيادة. ومحتاجة والله كذلك شوية اهتمام وشوية جدية بالتعامل معها. ولكن المادة عشان نطمنكم، عشان أنا شوي حكيت بشكل سوداوي، المادة جدا سهلة تمام وأمورها طيبة، ويعني الإيه كثير سهلة فيها. يعني أنا بتذكر شو اسمه كانت أموري شوي صعبة بالمادة ونزلتها إيه ماينس، فالمادة كثير أكثر من موضوع، كنت كثير تعبان فيهم خلاص يعني ما عرفت اراجعهم، خلاص كانت مقفله معاي. فبتذكر بس قرات لي سلايدات قراءه اللي اعطتنا اياهم الدكتوره، مع انهم كانوا كثير معدوقين ومش مرتبين، بس اموري مشيت فيهم كثير كويس وجبت اي ماينس بالماده. فالماده جدا جدا سهله، والعلامه المرتفعه كثير سهله فيها، وحرام لما ننزل احنا ماده زي هيك بتكون كثير سهله وكثير مش محتاجه شيء، ونستهين فيها من اول الفصل على اساس انها سهله ومش عارف ايش، وهي بتنجاب فيها العلامه السهله بسهوله، العلامه العاليه بسهوله. قال يعني انا انضغطت وانزلقت بماده زي هيك وانزلها علامه واطيه، وبس عشان والله شو اسمه يعني انا استهنت فيها من اول الفصل. فلا حدا يستهين فيها ولا حدا يستهين باي ماده سواء كانت سهله ولا صعبه. بشكل عام الماده اذا كانت والله سهله راح شو اسمه، إذا كانت والله المادة سهلة فأنا راح ألتزم فيها وأتبع معاها وراح أكون ما ضغطت حالي، وإذا كانت صعبة فراح أشد حيلي فيها عشان ما أنزلق لبعدين. وبس تقريبا هذا صراحة اللي عندي. فأتوقع هيك خلصنا الحاسوب الطبية، والله يعطيكم العافية.
وخلاص بننتقل مع شو اسمه مع أخوي عبد الرحيم وزميل عبد الرحيم وشو اسمه، وإن شاء الله راح يكمل معكم. في ختام لقائنا في مقولة لطيفة من الإمام علي بن أبي طالب بحكي فيها: أريحوا أجسادكم التعب ولا تتعبوها بالراحة. فاللي بدي أحكي تخصصنا متعب، مش بشغله بس، متعب بدراسته كمان، فأدرسوا واجتهدوا، خلينا نكبر بالتمريض حتى التمريض يكبر فينا. يعطيكم العافية جميعا، وترقبونا بكثير أشياء مثلكم. ويا جماعة الخير بنذكركم أنه حملة تبادل الكتب بلشت ونزل عنها بوست على جروب اللجان الكبير، من خلالها بتقدروا تحصلوا على كتب وسلايدات من الطلاب الأكبر. واللي عنده أي استفسار يكتب التعليقات وراح نجاوب إن شاء الله. شو اسمه زي جروب الأخلاق والقيم الإنسانية اللي نزل، هذا الجروب بنزل عليه ملخصات المادة ومتابعتها أول بأول، وكل إشي من المادة يعني كل إشي من الدكاترة بنزل على هذا الجروب. وكذلك في دوسية للمادة معمولة من كتلة أهل الهمة، يعني أتوقع أنتوا جربتوا دوسية الأخلاق والقيم الإنسانية وعارفين شو الشغل كيف بيمشي. ففي دوسية للمادة من الهمة لمادة الحاسوب الطبية، ودوسية كثير سفاحة وكثير حلوة وإن شاء الله بتفيدكم، ففيكم تلقوا نظرة عليها وعلى الجروب وبيوم بس نشوف لكم إياه إن شاء الله. ومعلش نسيت المعلومة هاي، بس هي معلومة إضافة. في أحد الأسئلة اللي طرحت، هل الكتابة المهنية والحاسوب الطبية لازم ننزلهم الآن؟ للأمانة مادة الحاسوب الطبية هي تعتبر مادة بتفتح مادة للسنة الثالثة، تمام؟ فيفترض إنكم تخلصوها قبل نهاية سنة ثانية. بالنسبة لمادة الكتابة المهنية فهي مادة يعني حلو إنكم تكونوا عارفين فيها، لأنهم راح تساعدكم بالتوثيق وأيضاً بكتابة التقارير. فهي أساساً بالخطة الدراسية موضوعها كسنة أولى، لكنها ما بتفتح أي مادة، فيفضل إنكم يعني تخلصوها بالبدايات. طيب يا جماعة، في سؤال بيحكي إنه والله صوتي راح، فمش سؤال هو طلب للتوضيح فبدي أوضحه. بالنسبة لل... طيب يا جماعة، في معلش كنت فاتح اللايف من التليفون فطلع صوت. سؤال بيحكي إنه والله شو اسمه في كان شغلة واضحة اللي هو صوتي راح لما كنت بحكي على اللي مو ناجح حاسوب. فببساطة يا جماعة، اللي مو ناجح الاستدراكي بالحاسوب، الامتحان الاستدراكي تبع الحاسوب، وحمل مادة الحاسوب 99، فلازم ينزل مادة الحاسوب 99 حتى تفتح له الحاسوب الطبية. أما اللي ناجح فيها فخلص أموره طيبة بإمكانه ينزلها. فهذا توضيح للموضوع. وبالنسبة يا جماعة، في سؤال ثاني بخصوص الجروب تبع الحاسوب الطبية. فذكرنا الجروب تبع الحاسوب الطبية هو جروب موجود على الفيس من الأهل الهمة، تمام، وبنزل عليه متابعات المادة والدوسيات وكل شيء بخصوص المادة يعني، وكذلك في فيديوهات شرح للمادة العملية بتعلمكم كيف تستخدموا المادة بشكل مختصر ولطيف. والجروب راح ننشر عنه إن شاء الله الليلة بعد اللايف. اسم الجروب هو المهارات الحاسوبية للكليات الطبية، فهذا اسم الجروب اللي بده اياه من هسه بإذن الله. في سؤال من تيماء الرواجدة: الأناتومي مهم لمادة العملي أو لا؟
تقريبا يعني مش كثير، فمثلا بالفيتال ساين يعني مهم انه تعرف وين مواقع الارتري وزي هيك، يعني بشكل عام ما بتعتمد بشكل كبير على مادة الاناتومي. يعطيكم العافية. في سؤال من ميساء سيف بتحكي في مادة فيزيكال، حكيته انه لما نزلها فصل تاني لازم ننزلها على الصيف، معلش تفهمونا ليش هسا يا ميساء؟ هاي المادة بتفتح مادة الفسيولوجي، فهاي المادة فعليا هي بتنزل على الصيف بعد ما تاخذ الفسيولوجي، يعني فهي بتنزلها يا على الصيف يا على الأول. تمام، ليش على الصيف وعلى الأول؟ عشان هي بتفتح لك مادة الأدلت ون اللي بتاخذها على الفصل الثاني بسنة ثانية، اللي هي لما تطلع المستشفى. واللي عنده أي سؤال يا جماعة بيقدر يرجع يبعثه، يعني مش يبعثه، يحطه بالتعليقات. طيب برضو كمان مرة بيسأل عن موضوع الحاسوب 99. تمام، للأمانة أنا ما فهمت السؤال 100%، فراح أقرأه وأجاوب بشكل عام، أرد أوضح المعلومة كمان مرة. السؤال بيحكي يعني كيف أنزل حاسوب 99 على الفصل الثاني، أعيد هالمادة ولا كيف؟ مش فاهم. إيه لا، المادة ما بتنعاد يا جماعة. هلا مادة الحاسوب 99 هي إحدى مواد استدراكي، تمام، وانتم بتتذكروا المواد الاستدراكيه كانت 15 ساعه، 6 عربي و6 انجليزي، هي 12 بنقسموا مادتين مادتين، وبضل لكم 3 ساعات اللي هم ماده واحده هي ما بتنجحوا فيه. فاللي نجح بالحاسوب خلص راحت عنه ماده الحاسوب 99 واموره طيبه، وبامكانه ينزل الحاسوب الطبيه مره واحده. تمام، اما اللي ما نجح بالحاسوب الاستدراكي وما نزل حاسوب 99، فماده الحاسوب 99 هي متطلب سابق لماده الحاسوب الطبيه، اللي ما نزلها لازم ينزلها عشان يفتح الماده. طيب اللي نزلها يرجع يعيدها؟ لا ما يرجع يعيدها، خلاص اللي نزلها راحت عليه، ما راحت عليه يعني، اللي نزلها خلاص سقطت عنه واموره طيبه، وبامكانه يفتح الحاسوب الطبيه ويفتح اللي بيفتح الحاسوب الطبيه بعد ما يفتح ينزل الحاسوب الطبيه، واموره جدا ممتازه وطيبه وجدا ممتازه. فهذا توضيح للسؤال. هلا بالنسبة لسؤال رزان، هل لازم الفصل الجاي أنزل كتابة مهنية؟ وضحنا قبل شوي إنه مادة الكتابة المهنية هي ما بتفتح مواد عندنا بالتخصص، وهي مادة يعني مستواها مستوى سنة أولى. تمام، بس لو تأخرت لقدام شوي عادي ما في أي مشكلة، وبنرجع وبنكرر هي بتساعدكم بالتوثيق وكتابة التقارير اللازمتكم بالتخصص. ريان عم تحكي إنه آخر مادتين إنه هي مش منزليتهم وهيك، ما في ضرورة إنهم ينزلوا هذا الفصل. تمام، فعادي لو تأجلوا للفصول القادمة. طيب يا جماعة، في سؤال برضو كمان مرة عن يعني كيف أعيد الحاسوب من شان أنزل الحاسوب الطبية على الصيفي. الحاسوب ما بتنعاد، هي الحاسوب بتنزل عليك. تمام، هسا بعرفش أنا شو الوضع، فإذا كان والله يعني إذا الوضع والله كان إنه ما نجحتي بالاستدراكي ونزلتيه على الفصل الأول ولا سمح الله ما نجحتي فيها، فلازم تعيديها وبعدين تفتحيها، لازم تعيديها. فلا مش شرط تعيديها، تمام، عادي جدا. بس اذا والله لا لسه مش منزل الماده، فلا لازم تنزل الماده وبعدين والله شو اسمه وبعدين يعني بعدين الماده بعد ما تنزل بتفتح الماده اللي بعدها. فيعني بعيد وبكرر.
مادة الحاسوب 99 هي المتطلب السابق لمادة الحاسوب الطبية، لازم تنزلها عشان تفتح لك المادة اللي بعدها، تمام؟ يعني بتنزلها، لازم تنزلها، بعد ما تنزلها بتفتح لك المادة اللي بعدها، تمام؟ يعني مثلا أنا عمر بدي أنزل الحاسوب الطبية، بس أنا لا سمح الله مش ناجح باستدراك الحاسوب، وعلي 3 ساعات هذول اللي هم حاسوب 99. طب أروح بنزل الحاسوب 99 على الفصل الأول مثلا عشان أقدر أنزل الحاسوب الطبية على الفصل الثاني. طيب بدي أنزل الحاسوب الطبية على الصيفي، بروح بنزلها على الثاني عشان انزلها على الصيفي، او بنزلها على الاول وبتضلها عادي بتفتح لي اياها لمتى ما بدي انزلها بنزلها. المهم انك انت تكون منزل ماده الحاسوب 99 قبل ما تكون، يعني قبل ما تنزل الحاسوب الطبيه. فاتوقع هيك وصلت الفكره، يا رب تكون وصلت. اذا ما وصلت يعني اقدرنا بالطريقات لو سمحت. بالنسبة للسؤال إنه هل الكتابة المهنية والحاسوب الطبية لو نزلتهم على الصيف عادي؟ أكيد عادي، وحتى لو تأخروا حكينا الحاسوب الطبية معكم لحد نهاية سنة تانية، قبل سنة تالتة لازم تخلصوها، بس لأنها بتفتح مادة هي مادة سنة تالتة. الكتابة المهنية ما بتفتح أي مادة، بس حكينا لكم بتساعدكم بالتخصص، فعشان هيك خلصوها بدري. بدكم تنزلوها صيفي نزلوها صيفي، بعد ممكن بعد. ميساء عم تسأل إنه المهم أنزلها ومش مهم أنجح فيها، عن أي مادة عم تحكي؟ طيب يا جماعة، في سؤال بيحكي إنه بالنسبة لأساسيات الحاسوب أنا بعرف إنه لازم أنزلها عشان تفتح لي مادة الحاسوب الطبية، طيب إذا الواحد ما نجح فيها شو بيصير؟ بترجع نرجع ننزلها مرة تانية؟
أي مادة أنت ما بتنجح فيها وبتكون والله بتفتح لك مادة لبعدين، فأنت المفروض منك بس أنك تنزلها، فإذا نزلتها أمورك طيبة، حتى لو ما نجحت فيها لا سمح الله بتفتح لك المادة اللي بعدها، ولكن لازم أنت شو اسمه يعني لازم أنت والله يعني ترجع تعيد المادة سواء بعد المادة اللي بعديها أو قبلها. يعني مثلا حدا نزل والله مادة الحاسوب 99 ولا سمح الله ما نجح فيها، ولكن مش ناجح، نزلت له دي ماينس او اف لا سمح الله، تمام؟ فعادي بتفتح له ماده الحاسوب الطبيه وبامكانه ينزل الحاسوب الطبيه، ولكن هيك ولا هيك راح يضطر يعيدها سواء بعدين او قبل الحاسوب الطبيه او بعدها، راح يضطر يعيدها لانه الماده اللي بيرسب فيها البني ادم لازم يعيدها عشان يصير ناجح فيها، لانه اذا ضل راسب فيها يعني بتخرجش، لازم ينجح عشان والله يتخرج. فاتوقع الفكره وصلت. فبس هذا هو الموضوع، بس اهم شغله انه ما يكون الواحد مسقطها، انه ماده ما تكون يعني ما يكون واحد اسقطها، لا يعني يكون رسب فيها ونزلت له اف او دي ماينس لا سمح الله يعني، والله يبعد عنا العلامات هاي كلياتها يا رب. دفعة يسر، يعطيكم العافية جميعا. احنا هيك بنكون تقريبا وصلنا لنهاية اللايف، راح ننتظر للساعة 9:45. اللي عنده أي سؤال يكتبه بالتعليقات، واحنا إن شاء الله راح نرد عليه.
طيب يا جماعة، في سؤال وصل بيحكي لك أساسيات الحاسوب بتتعلق كثير بالحاسوب الطبية، يعني لازم أدرس أساسيات حاسوب وأجيب فيها علامة ولا بس علامة النجاح لأساسيات الحاسوب؟ يعني صراحة أساسيات الحاسوب أنا الحمد لله ما اضطريت أخذها لأني نجحت استدراكي، ولكن اللي بتذكر انه اجاني بالاستدراكي كان شو اسمه، يعني كان يعني هي اساسيات الحاسوب بتحكي بشكل عام فعليا عن اساسيات الحاسوب. حلو. هلا اللي اجى بالامتحان بالاستدراكي كان والله الانبوت والاوتبوت، يعني والله الشاشه مثلا يعتبر اوتبوت ولا انبوت، يعني بيطلع معلومات ولا بيستقبل معلومات، الهارد ديسك مش عارف ايش، الكيبورد يعتبر انبوت ولا اوتبوت، قصص زي هيك. تمام. بيحكي لك مثلا يعني مثلا اعمل لي هايلايت للشغله الفلانيه. كان في اشياء كمان عن الوورد وعن شو اسمه، عن الاكسل اتوقع، الاكسل مو متذكر، لا الوورد غالبا كان في اشياء من الوورد بتطلع النصوص من الوورد وهيك. فاساسيات الحاسوب بشكل عام بتحكي كثير كثير عن اساسيات الحاسوب، يعني ما لها شغل كثير باساسيات ما لها شغل بالحاسوب الطبيه. تمام. ولكن بشكل عام اللي ما عنده اساسيات الحاسوب هاي يعني ما راح يعرف يمشي بالحاسوب الطبيه، لانه هاي الاساسيات يعني هي ما، ولكن هي فعليا اساسيات، اذا انت ما عرفتها ما راح تعرف تمشي. يعني مثلا ما راح يجي يقول لك بالحاسوب الطبيه شغله مبنيه على هاي الشغله. تمام. يعني مثلا ما راح يجي يقول لك والله بما انه الشاشه اوتبوت فمعناته الشغله الثانيه مش عارف ايش، لا، ولكن راح يجي يقول لك يعني مثلا انت عارف طبعا انه الشاشه مثلا جهاز عرض او جهاز اوتبوت. تمام، بتقول لك تمام، يقول لك والله تمام، يعني مثلا يعني ما راح يجي والله يقول لك انه في شغله اوتبوت، يعني سيبها من مثال الاوتبوت، بشكل عام ما راح يربط لك الموضوع هو، ولكن الطالب اللي ما عنده اساسيات الحاسوب ما راح يعرف يمشي لقدام. فعشان نختصر وخير الكلام ما قل ودل، مو لازم تجيب علامه كثيره فيها، عادي تجيب علامه النجاح، وعلامه النجاح هي من 60 فالامور جدا طيبه، ولكن اللي ما حيعرف ياخذ الاساسيات من الاساسيات فهون يعني شوي امور راح تكون صعبه. وباساسيات الحاسوب شو اسمه، باساسيات الحاسوب بيعطوك اساسيات، وبرضه بالحاسوب الطبيه راح تاخذ شويه اساسيات بالهاي. واخيرا بس قبل ما انهي، ماده الاساسيات الحاسوب كثير كثير سهله. تمام. ويعني يعني بشكل عام ماده اساسيات الحاسوب كثير سهله، وكثير الناس عادي بتعتبرها شيء سهل وما فيها اي صعوبه، واصلا ما حدا بيشد حيله فيها، وبيجيب كلياتهم فوق علامه النجاح بكثير، فهي كثير سهله الماده، بس برضه بدنا نشد حيلنا فيها وناخذ المعلومات المهمه منها، لانه فيها معلومات شوي مهمه بتفيدنا لبعدين. فبس، وزي ما ذكرت الماده مش مرتبطه 100% بالماده الثانيه، ولكن فيها الاساسيات اللي بتمكنك تتعامل مع الحاسوب بشكل عام. فهاي الاساسيات اذا مش موجوده عندك انت كشخص، والله شو اسمه، يعني شوي راح تواجه صعوبه بالمواد المتعلقه بالحاسوب لقدام. يعطيكم العافية جميعاً، وشكراً لتواجدكم. والآن رح ننهي البث، وأي استفسارات فالمرشدين متواجدين معكم بكل وقت. يعطيكم العافية.